أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في خدمة دروس. اليوم لدينا درس بعنوان الطرح باستعمال خط الأعداد لمادة الرياضيات للصف أول ابتدائي. فهيا بنا أعزائي الطلاب نتعلم اليوم استعمال خط الأعداد لإيجاد ناتج الطرح. فهيا بنا للنشاط التالي. استعمل خط الأعداد لأطرح، أبدأ بالعدد الأكبر ثم أعد تنازليا. إذن أعزائي الطلاب، لدي هذا الخط يسمى خط الأعداد. إذا اتجهنا من العدد 0 إلى العدد 12 فإن العد يكون تصاعديا، وإذا اتجهنا من العدد 12 إلى العدد 0 فإن العد يكون تنازليا. أحسنتم. الآن يا أبطال، لدي جملة الطرح التالية: 9 ناقص 3 يساوي. لدي هذه الجملة يا أبطال، وسأوجد ناتج الطرح باستخدام خط الأعداد. إذن ما هو العدد الأكبر يا أبطال من هذين العددين؟ هل هو العدد 9 أم العدد 3؟ العدد 9. أحسنتم. إذن أبدأ بالعدد 9 ثم أعد تنازليا بمقدار 1 3 مرات. لماذا يا أبطال قلنا 3 مرات؟ أحسنتم، لأن جملة الطرح تقول 9 ناقص 3 لأجد ناتج الطرح 9 ناقص 3. إذن يا أبطال، الآن الكنغر يقف عند الرقم 9، وسنعد تنازليا 3 مرات بمقدار 1. إذن سنقفز الآن 3 مرات تنازليا: 1 2 3. أحسنتم، وصلنا إلى الرقم كم يا أبطال؟ ممتازين، إلى الرقم 6. إذن 9 ناقص 3 يساوي 6. أحسنتم. ننتقل الآن للمثال الأول: أستعمل خط الأعداد لأجد ناتج الطرح. لدي خط الأعداد يا أبطال، ولدي جملة الطرح التالية: 8 ناقص 2 يساوي. ما هو العدد الأكبر؟ ممتازين، العدد الأكبر هو العدد 8. إذن نحدد العدد 8 على خط الأعداد، هذا هو العدد 8. وبما أن العملية عملية طرح يا أبطال، إذن نعد تنازليا. هل نتجه باتجاه اليمين أم اليسار يا أبطال؟ أحسنتم، نتجه باتجاه اليسار. إذن نقفز الآن يا أبطال باتجاه اليسار ونعد تنازليا. ممتازين، مرتين. إذن الآن نقفز من 8 يا أبطال مرتين: 1 2. وصلنا إلى الرقم كم يا أبطال؟ أحسنتم، وصلنا إلى الرقم 6. إذن 8 ناقص 2 يساوي 6. أحسنتم. ننتقل الآن للمثال الثاني: أستعمل خط الأعداد لأجد ناتج الطرح. لدي خط الأعداد هذا يا أبطال، ولدي الجملة التالية: 10 ناقص 3 يساوي. ما هو العدد الأكبر من هذين العددين؟ ممتازين، العدد 10. إذن نحدد العدد 10 على خط الأعداد، والآن سنعد تنازليا يا أبطال كم مرة؟ ممتازين، سنعد تنازليا 3 مرات، لأن العملية عملية طرح. إذن يا أبطال، نأتي عند العدد 10 ونقفز 3 مرات تنازليا: 1 2 3. وصلنا إلى الرقم كم يا أبطال؟ أحسنتم، إلى الرقم 7. ممتازين. إذن ناتج الطرح للجملة التالية: 10 ناقص 3 يساوي 7. أحسنتم. ننتقل الآن للتدريب الأول: أستعمل خط الأعداد لأجد ناتج الطرح. لدي يا أبطال خط الأعداد، ولدي جملة الطرح: 5 ناقص 1 يساوي. ما هو العدد الأكبر يا أبطال من هذين العددين؟ 5. أحسنتم. إذن نحدد العدد 5 على خط الأعداد، هذا هو العدد 5. ممتازين،
الآن سنقفز يا أبطال تنازليا. لماذا؟ لأن العملية عملية طرح، ممتازين. وسنتجه باتجاه اليمين أم اليسار؟ اتجاه اليسار، ممتازين. كم نعد تنازليا يا أبطال؟ مرة واحدة، أحسنتم. الآن نأتي عند العدد 5 ونقفز تنازليا مرة واحدة. وصلنا إلى الرقم كم يا أبطال؟ ممتازين، إلى الرقم 4. إذن 5 ناقص 1 يساوي 4، أحسنتم. ننتقل للتدريب الثاني. استعمل خط الأعداد لأجد ناتج الطرح. لدي خط الأعداد يا أبطال، ولدي الجملة 7 ناقص 2 يساوي. الآن نحدد العدد الأكبر. ما هو العدد الأكبر؟ 7، ممتازين. إذا نضع دائرة على العدد 7 على خط الأعداد. والآن سنقفز تنازليا كم يا أبطال؟ مرتين، أحسنتم. إذا نأتي عند العدد 7 ونقفز تنازليا مرتين. 1 2، وصلنا إلى الرقم كم؟ إلى الرقم 5، ممتازين. إذا 7 ناقص 2 يساوي 5، أبطال. ننتقل للتدريب الثالث. استعمل خط الأعداد لأجد ناتج الطرح. لدي خط الأعداد يا أبطال، ولدي جملة الطرح التالية 5 ناقص 3. الآن ما هو العدد الأكبر؟ أحسنتم، العدد 5. نحدد العدد 5 على خط الأعداد. هذا هو العدد 5. الآن نقفز تنازليا كم مرة يا أبطال؟ أحسنتم، 3 مرات. إذا نأتي عند العدد 5 ونقفز تنازليا 3 مرات. 1 2 3. الآن وصلنا إلى الرقم كم؟ ممتازين، إلى الرقم 2. إذا ناتج الطرح للجملة التالية 5 ناقص 3 يساوي كم؟ يساوي 2، ممتازين. نأتي للجملة التالية يا أبطال، 8 ناقص 1، أحسنتم. ما هو العدد الأكبر يا أبطال من هذين العددين؟ العدد 8. إذا نحدد العدد 8 على خط الأعداد. هذا هو العدد 8. الآن سنقفز كم مرة يا أبطال تنازليا؟ مرة واحدة. نأتي عند العدد 8 ونقفز مرة واحدة تنازليا. وصلنا إلى الرقم كم يا أبطال الآن؟ أحسنتم، إلى الرقم 7. إذا 8 ناقص 1 يساوي 7، ممتازين. ننتقل الآن للمثال الثالث. في أحد الحقول 12 حصانا، 3 منها بنية اللون، ما عدد الأحصنة غير البنية؟ الآن يا أبطال سنكتب جملة الطرح. ما هو العدد الأول يا أبطال في جملة الطرح دائما؟ الكل، أحسنتم. ما هو الكل في هذه المسألة يا أبطال؟ الكل 12. إذن عدد الأحصنة يا أبطال هو 12. إذن نقول 12، 3 منها بنية اللون، ما عدد الأحصنة غير البنية؟ الآن يا أبطال نستبعد 3 البنية حتى نعرف عدد الأحصنة الباقي، أحسنتم. إذا نقول 12 ناقص 3 يساوي. الآن أعزائي الطلاب سنطرح من العدد 12 3، أحسنتم. لدي خط الأعداد هذا يا أبطال، وسنحدد العدد 12. هذا هو العدد 12. الآن سنقفز تنازليا كم مرة يا أبطال؟ 3 مرات، أحسنتم. 1 2 3. وصلنا إلى الرقم كم؟ إلى الرقم 9. إذن 12 ناقص 3 يساوي 9، أحسنتم. إذن عدد الأحصنة غير البنية 9، ممتازين. ننتقل الآن للتدريب الرابع. استعمل خط الأعداد لأجد ناتج الطرح. لدي خط الأعداد يا أبطال، ولدي جملة الطرح التالية 7 ناقص 3. ما هو العدد الأكبر؟
أحسنتم، 7. إذا نحدد العدد 7 على خط الأعداد. الآن يا أبطال، نقفز تنازليا أم تصاعديا؟ تنازليا، أحسنتم، لأن العملية عملية طرح. أحسنتم، كم نقفز مرة يا أبطال؟ 3 مرات، أحسنتم. إذا نأتي عند العدد 7 ونقفز تنازليا باتجاه اليسار 3 مرات، 1 2 3. كم الناتج يا أبطال؟ أحسنتم، 4. إذا 7 ناقص 3 يساوي 4. أبطال، نأتي لجملة الطرح التالية، 11 ناقص 2، ما هو العدد الأكبر؟ 11، أحسنتم. نحدد العدد 11 على خط الأعداد، هذا هو العدد 11. كم نقفز مرة تنازليا يا أبطال؟ 2 مرات، أحسنتم. إذا نأتي عند العدد 11 ونقفز تنازليا 2 مرات، 1 2. وصلنا إلى الرقم كم يا أبطال؟ إلى الرقم 9، أحسنتم. إذا 11 ناقص 2 يساوي 9، ممتازين. ننتقل الآن أعزائي الطلاب لسؤال التقويم الأول. في الثلاجة 6 علب عصير، إذا شرب علي 2 علبة منها، فما عدد العلب المتبقية؟ ما هو الكل يا أبطال في هذه المسألة؟ أحسنتم، هو مجموع العلب جميعها. كم العلب يا أبطال؟ 6، أحسنتم. إذا نحدد 6 ونكتب الكل 6. إذا شرب علي 2 علبة منها، هل عدد العلب يا أبطال نقص أم زاد؟ نقص، أحسنتم. إذا نقول 6 ناقص، كم علبة نقصت يا أبطال؟ 2 علبة، ممتازين. إذا نقول 6 ناقص 2. نأتي عند العدد 6 يا أبطال ونقفز 2 مرات تنازليا، أحسنتم. هل نتجه باتجاه اليمين أم اليسار؟ اليسار، أحسنتم. نأتي عند العدد 6 ونقفز تنازليا 2 مرات، 1 2. كم الناتج الآن يا أبطال؟ أحسنتم، 4. إذا 6 ناقص 2 يساوي 4. إذا عدد العلب المتبقية هي 4 علب، أحسنتم. ننتقل لسؤال التقويم الثاني. أستعمل خط الأعداد لأجد ناتج الطرح. لدي خط الأعداد يا أبطال ولدي جملة الطرح التالية، 4 ناقص 3، ما هو العدد الأكبر؟ 4، أحسنتم. نحدد العدد 4 على خط الأعداد، هذا هو العدد 4. كم نقفز تنازليا يا أبطال؟ 3 مرات، أحسنتم. إذا نأتي عند العدد 4 ونقفز تنازليا 3 مرات، 1 2 3. وصلنا إلى الرقم كم؟ إلى الرقم 1. إذا الناتج هو 1، 4 ناقص 3 يساوي 1، أحسنتم. نأتي للجملة التالية يا أبطال، 12 ناقص 5، أحسنتم. ما هو العدد الأكبر؟ 12. نحدد العدد 12 على خط الأعداد، هذا هو العدد 12. الآن سنقفز تنازليا كم مرة يا أبطال؟ أحسنتم، 5 مرات. نأتي عند العدد 12 ونقفز تنازليا 5 مرات، 1 2 3 4 5. وصلنا إلى الرقم كم يا أبطال؟ أحسنتم، إلى الرقم 7. إذا 12 ناقص 5 يساوي 7، أحسنتم. تعلمنا اليوم أعزائي الطلاب استعمال خط الأعداد لإيجاد ناتج الطرح. فالطرح باستعمال خط الأعداد يا أبطال له مجموعة من الخطوات. الخطوة الأولى يا أبطال، أبدأ بالعدد الأكبر. إذا أحدد العدد الأكبر يا أبطال على خط الأعداد، أحسنتم. الخطوة الثانية، أقفز تنازليا على خط الأعداد من العدد الأكبر بالعدد الثاني.
إذا يا أبطال حددنا العدد الأكبر، نقفز تنازليا باتجاه اليسار على خط الأعداد بالعدد الثاني، إذا بالعدد المطروح من العدد الأكبر. أحسنتم. الخطوة الثالثة يا أبطال، أكتب العدد الذي أتوقف عنده وهو الناتج. بعد ما حددنا يا أبطال العدد الأكبر وقفزنا تنازليا بالعدد الثاني، نصل إلى رقم، هذا الرقم هو الناتج. أحسنتم. أسأل الله العلي القدير لي ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.